السلام عليكم. الكاكي فاكهة خريفية جميلة جدا، غنية بالألياف الغذائية والأملاح المعدنية والأنزيمات ومضادات الأكسدة، فهي تحتوي على كمية هائلة من البيتا كاروتين والفيتامين A المفيدة لصحة العين والنظر والمهمة لمناعة الجسم، وتحتوي على أحماض قوية جدا تحمي من السرطانات ومن شيخوخة خلايا الجسم وتساعد على تنظيم مختلف وظائفها. يمكن تناول الكاكي كفاكهة أو على شكل سلطات أو عصائر، ولكن قبل تناولها لابد من الحذر والانتباه لأمرين مهمين. لا يجب أبدا تناول الكاكي على معدة فارغة أو قبل الوجبات، ولا يجب أبدا أن نجمع بين الكاكي والرخويات أو فواكه البحر في نفس الوجبة، فهذين الأمرين قد يتسببان في ترسبات صلبة جدا بالأمعاء وبالتالي في إمساك حاد جداً.